الله أن يتيسر لنا أن ننتهي من سورة شعراء الليلة إن شاء الله. احنا بلغنا في قوله جل في علاه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وانتهينا من هذه من الآيات. وقفنا إلى قوله جل في علاه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، في الكلام على القرآن. والقرآن كما قلنا عقيدة السلف في هذا القرآن كلام الله جل في علاه غير مخلوق، تكلم الله به بصوت وبحرف، تكلم الله به وسمع طبعا بصوت وبحرف، هذا قيد لأخرج أهل البدعة والضلالة الذين سموا أنفسهم أنهم من متكلمي أهل السنة والجماعة الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. نعم، قال تكلم الله به بصوت وبحرف، والله يتكلم بصوت وبحرف، سمعه الملائكة. لذلك عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بأنه إذا إن الله إذا أراد أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي، سمعه أهل السماوات كسلسلة على صفوان، أخذت السماء منه رعدة رجفة زلزلة، سبحان ربي العظيم. نعم، فبصوت وبحرف. نعم، فهو كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. أهل مكة أهل زيف وزور وكذب وبهتان، أرادوا مع الجحود بآيات الله وعصيان الرسل أرادوا الزيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا، قالوا عن سلم أنه شاعر، وقالوا بأن هذا من كلام الشعراء الكهنة، أيضا قالوا أنه من كلام الجن والشياطين، فأنكر الله عليهم جل في علاه، لأنهم قالوا الشياطين يعني هم الذين أتوا بهذا الكلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل في علاه وما تنزلت به الشياطين، أنكر عليهم كذبين، هم من الكذب بمكان. قال وما تنزلت به الشياطين، وكما قلنا سبب نزول أن قريش قالت إنما يجيء بالقرآن الشياطين فتلقيها على لسان هذا الرجل على محمد صلى الله عليه وسلم أبي هو وأمي. قال الله تعالى منكرا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما ينبغي لهم لأنهم ما يأتون بهذا القرآن الذي أعجز الفصحاء والبلغاء من العرب، وما يستطيعون أن يسترقوا السمع من السماء لأن الله تعالى جعل لهم الشهب فيها القتل عليهم. نعم، كما قال الله جل في علاه رجوما للشياطين، وقال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، يعني كانوا يسترقون السمع أولا كانوا يسترقون السمع والآن لا يستطيعون. السلام عليكم يا دكتور. ايوه حبيبي، بس شبكه شويه. طيب من متى وانا اعيد الكلام؟ طيب ماشي اعيد هذا الكلام، اعيده من اول. حاضر يلا. سامعني. طيب واقول دكتور تامر قال لي الصوت متقطع، يعني ماشي الآن الصوت موجود. أقول بأن الله جل في علاه قال وما تنزلت به الشياطين، ولأنهم يعني هؤلاء الكذبة من أهل مكة جحدوا بآيات الله جل في علاه بعد ما رأوا الآيات وعلموا يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل في علاه بالحجة والمحجة، وقام عليهم الحجة والمحجة وقطع لهم كل حجة وبين لهم بأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه، لكنهم على كذب وفجور وطغيان وتكبر ما يريدون الله جل في علاه، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، فقالوا بأنه شاعر وقالوا بأنه كاهن بهتانا وزورا، وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وهذا الذي أزعج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. خلي بالك، والقرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وبحرف، وأنا قلت قبل ذلك بصوت وبحرف قيد ليخرج
من وسموا أنفسهم من متكلمي أهل السنة والجماعة وهم من البدعة بمكان، الذين يقولون بالكلام النفسي، بل الله جل وعلا تكلم بصوت سمعه الملائكة ويتكلم بحرف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي. فسمعه أهل السماء كسلسلة على صفوان، أخذت السماء منه رعدة، رجفة، زلزلة. فأخذت منه السماء رعدة رجفة من سماع صوت الله جل وعلا. فلذلك الله تكلم به. فلا يمكن للشياطين أن يأتوا مثل هذا القرآن ولا أن يستمعوه، ولأن الله جل وعلا حجب عنهم السمع في السماء. الملائكة تحرس السماء، وجعل الله النجوم رجوما للشياطين، فكلما ركب بعضهم فوق بعض ليسترق السمع ويأتي إلى الكهنة يأتيه الشهاب فيقتله. زي قال الله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب. قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لا يستطيعون الاتيان بمثل هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء إنه كلام الرحمن إنهم عن السمع لمعزولون. يعني ما يستطيعون أتون بهذا، أنت عرفت فين؟ إنهم عن السمع لمعزولون، يعني هم معزولون عن السمع لا يستطيعون السمع بحال من الأحوال. كما قلت، لأن الملائكة تحرس السماء. لسه؟ نعم. فالسماء تحرس النجوم، تحرس السماء الملائكة، والنجوم جعلها الله رجوما للشياطين. قال: إنهم عن السمع لمعزولون فكيف ينزلون مثل هذا القرآن وإنهم عن سماع القرآن لمحجوبون بل هم يرجمون فكيف يأتون بمثل هذا القرآن الذي هو حجة على الجميع. نعم. لكن هذا من إفك هؤلاء بعدما علموا يقينا بأن الرسول الحق وجاء بالحق ومن قبل ربه الحق وجاء بكتاب الحق، لكنهم كما قلنا يتكبروا، أرادوا الهوى والسلطان والوجاهة والمال والدنيا وآثروا العاجلة على الآخرة. نعم. قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. انظر هنا، هذه المسألة كما قلنا قبل ذلك بأن الكون بأسره مرهون بهذه المسألة، الكون بأسره مرهون بهذه المسألة، يعني هذه المسألة الكون كله ما خلقه الله إلا لهذه المسألة، وهي قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وهذه أيضا فيها أن الدعاء عبادة، وإن لم يكن عبادة ما قال الله ذلك. فقال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، يعني لا تصرف العبادة لغير الله جل في علاه كذبح ونذر ودعاء وغير ذلك من العبادات لا يجوز أن تصرفها لله جل في علاه، تصرفها لغير الله جل في علاه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل في علاه. هذه كما قلنا قضية الكون الكبرى، هذه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئتكم بالذبح. هذه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله باللسان وبالجنان وبالجوارح، باللسان وبالجنان وبالجوارح. لابد من ترجمة التوحيد ترجمة عملية باللسان وبالجنان. قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والشرك من أعظم الذنوب، والتوحيد من أعظم الطاعات.
توحيد الله جل في علاه ما خلقهم إلا ليوحدوه سبحانه جل في علاه. وأما الشرك فقد قال الله جل في علاه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذلك قال الشافعي أقابل الله بكل ذنب خلا الشرك. طبعا دون الهوى، فإن أهل الهوى يضربون بالجريد والنعال كما قال الإمام الشافعي. لذلك قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا في قولي فلا تدعوا مع الله إلها آخر، هذا النبي، فكيف بغيره؟ أخفت شيخ. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وقد قال الله جل في علاه كده جهارا نهارا كده ها كده لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. تعطي الولد ولذلك قال، وهذه مثل قول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا لجميع الأنبياء. وقال له هو ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا تنبيه للأمة بأسرها، مع أنه أكرم الخلق على الله، لو دعا غير الله جل في علاه لعذبه الله جل في علاه، وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. أعبد أهل الأرض أعبد أهل الأرض والسماء، أكرم خلق الله على الخالق، كما قال ابن عباس ما خلق الله ما ضرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، هو الأقربون أولى بالمعروف. وكان هذا ليس بحديث الأقربون أولى بالمعروف، لكن المعنى صحيح. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا الإنذار للأقربين أولى فأولى. نعم. ولذلك قال إنسان كفى المرء إثما أن يضيع من يعود. ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال معي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال أنفقه على أهلك، أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك. لما أنزل الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه الآيات، الله المستعان، فقال يا معشر قريش. واقف أول مطلع من الخروج شيخ. فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من من مالي ما شئت، ما أغني عنك من الله شيئا. فجمع الجميع. ما أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية قال سألوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه نزل هذه الآيات سارعة. ها خلاص لا خلاص. فجمعهم، جمع الأولين والآخرين من أهله، وقال لهم ذلك يا عباس يا عم النبي لا أغني عنكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال غير أن لكم رحما أبلها ببلادها، غير أنكم أن لكم رحما أبلها ببلادها. وفي قولي وأنزل عشرتك الأقربين عرفتك الأقربين الأدنين منك. وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فطلب أن يكون رفيقا هينا لينا. عشان كده فتحت لك باب من هنا. ليش يا شيخ؟ ابنك وسيم.
يدعونه، فأمر الله جل وعلا أن يكون أرفق ما يكون بمن يدعوه. خلي بالك، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا في أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقال الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك. لذلك قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليأس من حالهم اشتد عليهم ودعا عليهم وقال: اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف. قال: اخفض جناحك للمؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذه آية عظيمة جدا جدا نقف معها في أمر مهم. قال: فإن عصوك، يعني العشيرة والأدنين من أهلك أو الأقربون من أهلك، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هو الآن في براءة من الكفر ومن الشخص ومن الديانة، وبراءة من العمل. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. لو قلنا مما تعملون يعني من كفركم الذي أنتم عليه، فالبراءة من عملهم الذي أقاموا عليه براءة من أنفسهم، ولأن الله تعالى أمره بذلك. فالولاء والبراء أصل وركن من أركان الدين، من أركان التوحيد. ولذلك لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، وأذن له أن يزور قبرها، لأن الله منع من الاستغفار للمشركين. ولذلك اعتذر لإبراهيم، أي بيّن عذره عندما قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أو يقال على التعميم: فإن عصوك، يعني أهل الإيمان لو عصوك، فقل إني بريء مما تعملون، هذا العمل أنا أبرأ منهم، وما برئ من دينهم ولا منهم، لأنهم من أهل الإيمان. ولكن انظر في سورة التوبة في التصريح في هذا الباب، أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إني بريء مما تعملون، يعني من كفركم الذي أنتم عليه، فأنا أبرأ إلى الله من هذا الكفر. تلبسوا به ودعاهم إلى الإسلام وأمرهم بالتوحيد، لكنهم من قادوا اتبع هواهم وخافوا على سلطانهم ودنياهم، مع أنهم لو أعطوا هذه الدنيا أخذوا الدنيا والآخرة، ولو انقادوا لله جل في علاه جعلهم ملوك الدنيا بأسرها. وقالها عتبة لهم، قال: سيظهر على العرب وتظهرون معه بظهوره، لكنهم من صاعوا، وهو رجل من قومه يخاف على سلطانه وهيبته، فلم ينزل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمه قال: لا يعلو إستي رأسي، كبرا، والكبر منعه من الإسلام. قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذه كأنها لفت انتباه إلى أن حسن التوكل على الله جل وعلا لا يستتم إلا بالبراءة من الكفر، وكأن البراءة من الكفر ميل القلب لغير الله جل وعلا، فهذا كفر. أي ميل فيه نوع شرك، أي ميل قلب لغير الله جل وعلا فيه نوع شرك، وهذا يغضب عليه الله جل وعلا، وما يرضى الله تعالى أن يميل القلب لغير الله. شوف، مع تمام التوحيد في قلب يوسف عليه السلام، لما كان بعض الإشارة في ميل، لما قال له: اذكرني عند ربك، في هناك رواية في السنن حسنها بعض العلماء، فقال لولا الكلمة التي قالها يوسف ما مكث في السجن بضع سنين. سبحان ربي العظيم، الله المستعان، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. نعم.
قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه إن شاء الله نكملها مع ختام السورة تكون غدا بإذن الله. أعمل فوائد المستنبطة في التفسير. تفضيل الله لهذه الأمة باختيار القرآن لها كتابا. تفضيل الله لهذه الأمة باختيار القرآن لها كتابا محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك قال وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. التوحيد مانع من العذاب. التوحيد مانع من العذاب. الأقربون أولى بالمعروف.